نواسيكم أحبتنا بالدعاء وأن تصبروا على ما حل، ولكم في قول النبي عزاء عظيما في جبر قلوبكم، فصاحب الهدم شهيد عند الله ومقام الشهداء عاد. يا رب إنك أنت الرحيم الرحمن، فعوض إخواننا بالجنة وارحمهم. اللهم اشف الجرحى وآوهم والطه بهم وطوقهم بحبل أمانك يا الله، واخلف عليهم بكل خير يا رب. اللهم أسبل عليهم عنايتك ورعايتك، وكلهم عونا في مأواهم، مكشف عنهم بلواهم. اللهم إن قلوبنا انكسرت وحزنت لمصابهم، فاشفهم وواسهم واربت على قلوبهم يا رب.